أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. قصتنا لهذا اليوم قصة تحمل كل المعاني التي تتمثل فيها خيانة وغدر الأقربين، وتتمثل فيها كل معاني العفة والشرف والشهامة. تعالوا معي نستمع لهذا القصة. بدأت قصتنا في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وقعت أحداث هذه القصة في البحرين. شاب تزوج من إحدى قريباته، ابنة عمله، على العادة المتعارف عليها عند القبائل والعشائر العربية، ابنة العم الولد عمها. تزوجوا، أسسوا بيت وأسرة، هدوء وسكينة، وعايشين بما يرضي الله. ولد العم هذا له ولد عم، يصير ولد عم له حق زوجته بنفس الوقت، وزميله في العمل، زميله في الشغل. هذا الرجال كان في خاطره انه ياخذ البنت هذه زوجة هذا الرجل، لكن سبقه هذا ولد عمه وصار نصيب. لكن في نفس الشيء من خلال زمالته الولد عمه وصداقته فيه يتردد عليه من حين لآخر، يزوره في البيت، حضر عنده مناسبات. وفي يوم من الأيام ولا جاي على بيت الرجال أثناء غيابه وفي الدوام، طق الباب، ردت الزوجة من؟ قال فلان. خير يا فلان؟ قال فلان موجود؟ قالت لا والله مو موجود. قال خير ان شاء الله سلمي يعني، وراح. غابت السالفة كم يوم ورجع كرر نفس السالفة. من؟ قال فلان. خير يا فلان؟ قال والله ابو فلان موجود؟ قالت لا والله مو موجود. قال ماشي خير ان شاء الله، مر له مره ثانيه وراح. في يوم كان هو وولد عمه اللي هو زوج البنت هذه مدعوين على عشاء شخص ثاني، وعقب ما تعشوا مباشره، طبعا عاده الناس عقب العشاء تقعد تسهر، هو عقب العشاء مشى سيده، وسيده راح حق بيت ولد عمه، طق الباب. من؟ قال فلان. خير يا فلان؟ قال والله انا جاي اسلم عليك. ايش تسلم علي؟ انا زوجي مو موجود. قال لي ادري مو موجود، افتح الباب، انا بيك انت. قالت خير؟ ايش تبي فيني؟ قال والله انا ابغيت من زمان، وهسه انا كاتم بقلبي ولا ايش اسمه ذي. قالت ايش تبغين؟ ايش تبغيني؟ مره متزوجي انا وعندي بيت وعيله، ايش تبغين؟ يلا. طردته المهم ورجع الرجال. لكن هالمره هي قررت تخبر زوجها لان الرجال تمام. رجع زوجها من السهره لقاها تبكي. ايش فيك؟ ايش صاير؟ قالت ما في. لا الا في. ايش في؟ قالت ما اقول لك الا فلان صار له مده كل مره يطق الباب وانا
أطرده مرة مرتين ثلاث. الليلة قال كلام جرحني، طلع رجال ما هو مضبوط، رجال بدي، رجال له شريف ولا هو يستاهل ينقال عنه ولد عم. هل لو سوى قالت هنا قال خير إن شاء الله سكي هالساعة حتى زوجته ما علّى أنه يسوي شيء سكت قال يصير خير. ثاني يوم ثالث يوم نادى ولد عمه قال فلان ايش رايك نروح انت مشي في البر الجو زين اليوم، لكن هو في داخله ناويني قال ما فيش ما قالت شيء مشين وركبوا سيارتهم وراحوا البر في منطقه البريه شرق منطقه ينقال عوالي شرق عوالي في هالبر وقفوا سيارتهم وقاموا يتمشون. طبعا الرجال محضر وياه 60 حدث كما يقولون سن، اليوم طالع حوالينا ما في اي مخلوق، سحب 60 طعنة أو صدره. لا يا فلان قالت يا الخسيس تدور ورا عرضي يا الخسيس وطعنة طعنة متأكد إن اقتله. طاح في الأرض يعافر بدمه وهذا رجع ركب سيارته وغير طريقه ورجع البيت، تخلص من الملابس اللي لابسها وتخلص من السجين ودفنها، حفرهم برد ودفنها حتى حرقهم وعقب دفنها وسكت على الموضوع. خذت السالفة يوم يومين وفقد الريال يدورونه يمين يسار. اليوم بالصدفة شافوا أحد مار بالمنطقة، شاف جثة تبلغ جثة الباحث والأمن الجنائي والدنيا والشرطة وخذوا الجثة وسووا عليها فحوصات وجابوا بكرامة كلاب قص الأثر يقصون أثر القاتل. ومشت بكرامة الكلاب اللي هم وصلت بيت عندنا مسافة من حوالي 15 كيلو، لكن تتبعوا الأثر لهم وصلوا. ألقوا القبض على الريال، حققوا معاه ليش وما وين وذي، والمهم آخر شيء اعترف قال أنا قتلته دفاع عن الشرطة. ريال كيت 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 سالفته وانا دفاع عن شغلي وعرضي وبيتي قتل. وحولوا المحكمة، محكمة حكمته، حكمه طبعا نظرا لان دفاع عن الشرف خففوا حكمه يمكن حكموه 15 سنة وقضى محكوميته وطلع من السجن والريال لازال حي يسر. هذه المعاني اللي نقلناها لكم بهذه القصة تمثل غدر ولد العم وخيانته، تتمثل بشرف طهارة بنت العم، وتتمثل نخوة زوجها وردته عند الشرطة. أرجو أن تكون هذه القصة عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله.